جا من فرنسا وتلاقاو معاهم حكيموفيتش وانستريمونتال وغناو وداروا برومو شو شحال ضاربين في 5 سوايع. الدولي بران تاهو لاحق ولا واحد تراك هو تاهو هذا كيخدم مع ستاف ديال بنجديه اللي كيخدم مع طوطو تا هو لا حطراك ولا هو شوف شحال ضارب ليه شوفوا شحال في الريفي وشحال شحال واصل شحال واصل عندو بلاتي تراك واصل لي 30 كا هادو رواطة انا نشوف شحال واصل باش نكونوا واضحين الدراري الارقام تتنكح ناري دار ليا نقول مروان يضرب الكوبي رايت هذا علاش دار ليا رياكشن خصوص انا اش كندير ها هو تراك ديالي الدراري هذا انا ساعة لا في 3 سوايع تراك واصل 175 كا و75 كا وشو دوك الناس محامين وانا غب بوحدي تراك تسجل في كازا باش ندوي لكم شوية على التراك الدراري وباش تعرفوا بلاش نحيد هادي ديال بابا نوان وسنة سعيدة الدراري من القلب حاجة وحدة اللي نقدر ننصحكم بها في هاد السنة هي تهلاو في والديكم ولا صورتي 50 درهم اعطيهم هما 30 درهم وخلي لك 20 درهم والله يخلي لكم والديكم واللي والديه ميشي اللي الله يرحمهم ندخلوا الدراري دابا في الرياكشن وسنه سعيده ناري اي ما تش درت نعم رحمه كبير بالسلام تيتبتي هبط القحبة تيتبتي الله ينعل طبون أمك عام 23 هادي وباقا كطيح ليا نيت الإضاءة سمعتوا الدراري لكن نتوما كتشوفوني مزيان أنا ما نتسنى حتى واحد يدير ليا رياكشن أنا رياكشن غندير لراسي تراك تسجل والله ما عرفت ما عرفت فين والله ما كنت عاقل مهم تراك في كازا هاد الستوديو وتصور كليب كنبول حدا دار طوطو وشديت واحد الدري من بنجديه جا عرفني بدا يغوت شديته بديت نصرفق فيه دخلته في الكليب دخلوا فيها واحد ثلاثه سي 50 جاوا وقفوا عليا جبت انا جوج سيوف هما 12 اقسم بالله ودي بقات تصورت في الكليب والتراك مطلوق واحتراما قلبتهم احتراما الناس ديال كازا ما تلاحش الكليب بديك الطريقه اما كنتو غتشوفوا شي حاجه اخرى كنصرفق في بنادم في بنجديه وكنبول حدا دار طوطو خوه فحصي طل داير نايفيه والله كان داير نايفيه زرقاء طل قلت ليه هبط بحال هكا حتى داكشي غينغستر صاحبي 69 صاحبي وفهمتي بوحدي والدري معايا الكاميرامان اللي كيصور الحليوه كيفيلمي قلت ليه دابا ما تخافش ولكن مني فكرت لقيت بانني غادي نتخاصم مع الناس ديال كازا وقلت غنأليني هاد الكليب وقبيله لحد الديسك ديالو لحتى في البحر اقسم بالله حتى داك اللي شافوه هما للوقت راه جناحات راه غتمشي جناحات بواحد 10 سنين والله ما قلت لا نخليو كليب نقي بروديكسور مروان تو مكتب والو مكتب لا برود لا قلاوي تكتب باش الحاجه برود ولا شي حاجه المهم بروبي دبي إلياس مالكي متنتن كلاش الطوطو هاد القبية جاية من ميريكان أقسم بالله العلي العظيم وكانت خصيصا لهاد الكليب هذا من ميريكان سول الدراري راه تسطاو عليها شحال مهيب ايه شحال مهيب اصاحبي عرفتي الدريه شكون كنت الدريه نتشاهن عن كوا صاحبي طويل بحال ماكواير اصاحبي زوين منين جيت انا هيدا انايا شو ظهري شو السطوحة واه العمارة قديش شو الناس اللي قال لك إليا جف مع ثلاثة الليل شو الطونوبيلات شو الكارديان شو واحد الدراري 11 ما تشوفونيش حتى انا مدرقهم دابا 11 دري واقفين مجمعين ليه
شو مول غلوفورا وديز ورايا شو الناس كطلنا الشراجم حتى شو ها هذا الطابق الخامس شو اربعه كيطلوا وكيقولوا لك الياس مشى في 3 الليل الياس ولد الخامس ثاني مشى في 3 الليل الياس انا مع 10 وربع 10 وربع بالليل في كازا هنا كندور في بن جديه انا واعر يا شو حط طوموبيل ديز الشيء شكون هاد البوطو شي واحد كيعلي صوتو ريحتو خرجه من كبوطو اجي دابا دير كلوب جوب اجي دابا دير كلوب جوب زعما اجي حاشاكم وعزكم الله ومغيرش مداود السنه بهاد الهضره زعما اجي مصو انا فكرت بانني انا ضعيف شويه في اللغه الانجليزيه ما بغيتش ندير نمثل بحال تيفلو كيبقى يعاود في داك الشيء فهمتي ما بغيتش نبقى نمثل وما ايفيتيت باش نقولها هاد الشيء راه ذكاء اصاحبي شو بن جديه وا انا دابا كنت في بن جديه شو البارابولات في السطوحه ياسي 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 ادم انت اللي كتبت هاد البلوزو حيت انا التراك تكتب الليله اللي كلاشاني فيها هو ما هبطتش من البيت سديت البيت كتبت هاد الكلاش هنا فاش فقت قلت اقسم بالله تبارك الله عطاني شي كسيده تلقيت راسي كاتب كلوزوب ادم غنسخرو غيجيب لي الفطور قلت ليه جيو ست اللي كنتي كتبتي شي حاجه انا وخليتها دخلت فن هذاك عبد الوهاب فن فهمتي خويا دخل معايا وقلت لي واش كتبتيها قال لي لا راه وقيلا حتى ضربت عليها وقلتها في الكلاش بولاد القلاوي هذا اجي اجي لا حيد هادي حيد شوف الجديه بك اصاحبي شو الناس شو الناس فين واقفه وقال لك مشيش بالليل هادي حيد بالليل نمشي لمليليا وندخل نحرق نمشي للسبليون انا بالليل غنفيق بالليل باش نمشي لبن جديه وبالليل نمشي نحرق انا في الايروبور نمشي بالليل حتى العشره كلشي كان حال انا ماشي ديال لونجلي اخويا سمع الطلعه هادي واش هالطلعه اللي طلع شي رابور مغربي بغيت نطلع عبد الله عز وجل هالطلعه هادي 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 وفي التاريخ ديال الراب المغربي واش طوطو احنا جينا تلبي ان جي سيري ضربنا فوطو غادي كندرب لي كي مارادونا ودخلت لبوطو كي جديدة كي كازا بقى لينا نفوتو غالحدود نقي حالتك يا بلم تنتن مبقاش في الحطوط تنتن وحاضيني ايه 6ix9ine عزيز عليه هاد تنتن وحاضيني عرفتي 6ix9ine يسيق الخبار للتراك والله تيشطع عليه تنتن وحاضيني فهمتي نسبكم متابعيني فهمتي ملحة ماشي موسيقى هادي ملحة ديال بوراك شوشو خاب وحدي وكن اعتيري وانت لا بقيت ساكت بيبليك غيقول اتيني تنتن وحاضي والله طوطو انا عارف فيه الاكتئاب وما كانش قصدي هكا دريلي زوين تا هو ود كازا ونزلت عليه بهاد الصاعقة ايرانية فهمتي والله ما قصدتش انا الشوك بلا قالها بيبات دي قالوا ناعس مسخسخ اني لا كاع دوك الطابليات اللي كان يمشي ليه معارضين عليه صحابو حيت هو كيتشارك في القراعي اني لو مسكين ملي سمعت الحنت يا باغي تخرج الكازا غيبداو عليك وانا متنتن وانا متنتن واش فهمتي راه كاريته درت سمعوا نسبكم متابعيني غاب وحدي وكن اعتيري وانت لا بقيت ساكت بيبليك غيقول اجيني قايله نقل من قايله سقطوا بجوج في الفرد من وسط جديد نقل من قايله سقطوا بجوج في الفرد هادي على الدري ود وجده دراخانوف حيت هو ريبوستا ستوري في ظل الروابا كلهم تخلعوا باش يلوحوا الريل ديال طوطو اللي فيه انا كلاش يعني كلشي تخلع رجع اللور نطي تا دراخانوف بور ريبوستيتيها وقلت ليه راه نقاله حيت هما كينقلوا من كيسجلوا في استوديو واحد ما خوفيه كان اعظم كيتناقلوا نقال نقل من نقال ساقطين بجوج بلا تعويده غيثور وتوارج الدرب طلعت كريم ودايرين هادشي هما خدمه فهمتيني كيفيق الصباح كيمشي للستوديو انا راه ما كنفيق الصباح كنفيق حتى للست العشيه كري انت فرش لك حليوه فوق الارض هبات سكارفيس مسطر سنيده اش باغيك تسمع والله ما فاهمين هاد الكونسيبت راه كاع ما كرهتش الدراري سيروا تحواو صافي سيروا شوفوا في هذاك في ليفي سيروا شوفوا كملوا صافي راه باقي ما يتقال راه بقيت ساهي انايا كنت باغي ندير لكم بورتري وسيروا تفرجوا في الكليب الدراري سيروا تفرجوا في الكليب ما ولاد القحاب دابا نتوما غتفرجوا فيه هنا وما غتشوفوش تفرجوا ليه ونسبه المشاهده ما غتطلعش ليه الدراري سيروا تفرجوا في التراك ليه ما والله لكمل بالله بقيت ساهي انايا وغيسمعوه ليا هنا وغي